السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد. حياكم الله جميعا في اليوم المنشود، اليوم اللي بننتقل فيه للتيرات العلوية. خلاص ما عاد في دلتا برايم مدري ايش، على طول على الالمنت، على الفاير، على الفروست، على شبات، في فئة ثالثة بس مدري ايش اسمها، نسيت اسمها. عموما حياكم الله في الحلقة الجميلة هذه. لو تلاحظون قدامي، اوكي البيترودون حقنا متعلق فوق مدري ليش، لكن لو تلاحظون قدامي عدد هائل جدا 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 من الجيجا، عدد كبير للأمانة. يعني لو عدهم ما أدري كم. شوف هذه الكرايبود اللي نزلتهم فيها قطيتها هنا لأنه والله مشوار أشيلها. شوف 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 كم، لو نقول نمشي من بينهم نضيع، حتى البيت حقنا اختفى ما ندري وينه. فعندنا حدود 50 جيجا، العدد هذا هو اللي راح نواجه فيه البوس. بتقولون 50 كثير، لكن نبغى نستعجل ونخلص لأن الحلقة هذه بيكون فيها ترويض أسطوري. وحياكم الله جميعا، خلونا نشيل عفشنا، نشيل عيالنا، نشيل وراعينا ذولي، ننتقل لساحة المعركة مع بوس البراين ونتجارد معه. ما اعرف عن البوس هذا اي شيء، ابغى ارسبنه واجلده على طول بدون اي شو اسمه ذا لف ودوران. فخلونا نطلع المسدس حقنا ذا ونلقط راعينا من الشارع. يلا يا ولد انتوا يا البيت، يلا يلا. طيب يا جماعه الخير، ابغاكم تشوفون المنظر هذا وتستمتعون بالمعركه اللي بتصير بعد شوي. نزلت كل ما املك صراحه لان بننتقل من التير هذا للي بعده، فما احتاج الديناصورات هذولي، لكن جبت شيء مفاجئ في المعركة هذه. طبعا تحذيرات كثير ان البوس هذا من اقوى البوسات اللي واجهناه. طبعا كل مرة تروح او تدخل تير اكيد البوس حقهم بيكون اقوى من اللي قبله، فعشان كذا جبت ايش فيهم ذول يتسحبون. اوكي هذول الميجاثيريوم انا مخليهم وندرينج. عموما جبت الشيء هذا اليوترينوس اللي يتذكر من الموسم اللي قبل، هذا اذا نبح على الديناصورات الثانيين يعطيهم زي البف او يقويهم، يصيرون اقوى بشوي، الدمج حقهم يصير اقوى وبرضه مقاومة الدمج تصير اقوى. فعشان كذا اتوقع اننا جاهزين يا جماعة للمعركة اللي والله ما ادري كيف بتكون، هل بنفوز ولا ما بنفوز ما ادري، يعتبر قوي جدا. ما ادري وش الديناصور هذا اللي بنواجهه، ما ادري الليفل حقه كم، الهيلث حقه كم، بس اتوقع اننا جاهزون باذن الله. اولا نروح عند الديناصورات نصفر لهم جميعا، نقول لهم خلوكم كلكم اتاك ماي تارجت. طبعا اول ما يرسب البوز بنوجههم عليه، لكن مبدئيا اتاك ماي تارجت. تمام، انت وين رايحين يا اخي؟ هنا يا اخي تلوخ ذولي. ثانيا بنجي عند البوس نقول وبدينا، بدت المعركة يا جماعة الخير. فنجي لخوينا ذا، ممكن نركب نقول نضغط سي، تشوفون السي، تشوفون كلهم جا فوقهم البار هذا، هذا البار حق البف اللي يصير. فحنا بنمشي، بنحاول نمشي بينهم هنا هنا. ايوه طبعا مشكلته انه ما يطول البف هذا، فا ايوه الله يستر. المشكلة اني في النص بينهم صراحة، فأتوقع اني بموت اول واحد، لكن خلونا نحاول نشرط، نعطيهم بف ثاني، بنحاول نتك. هجوم 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 هجوم، ايوه بنكون بعيدين حنا طبعا. هجوم يا ربع، كم هلثه؟ 500 مليون اقلع ابو شكل 500 مليون. اه 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 ايه تعضني انت ليه خويك انا؟ ايه ايش في ذا؟ مسحناه. ايه شباب شباب اخوياي ذبحوني. ايه لحظة دقيقة، الجيجاويين حقيني ذبحوني ليش؟ يا شباب استهبال هي. وين الجريفن حقنا؟ يا ولد ليش؟ اخويانا ليه ذبحوني؟ انا مت من الجيجا اخو. ايش في؟ اوكي احسبهم يتضاربون. كيف ذبحتوني انتم تستهبلون؟ يا شباب ليه؟ انا اخويكم، انا ابوكم يا اخي، انا اللي مفقسكم. الله يقلع ابليسهم. بس تدرون اقسم بالله العظيم ان جيش اسطوري. مسحنا البوس اللي هلثه 500 مليون في كم ثانيه؟ بالله عدوه اكتبوا لي تحت في التعليقات كم ثانيه. صح ان اغلب الشباب والله بغي. لا لا وين راح؟ لا خلاص خلاص شباب، ايش في ايش في؟ ما ادري كم ثانيه صراحه، بس والله العظيم انهم اساطير. والله الجيجاويين ذولي لو انهم ما ذبحوني يعني في الاخير كان بعتبرهم افضل ديناصورات صراحه، لكنهم جلدوني في الاخير، فما ادري ليش، ما ادري ليش. لا يكون لاني نابحت عليهم بذاك واجد صح؟ باليوترينوس ما يحبون اليوترينوس يمكن عشان كذا، ولا ما له دخل؟ طبعا اخذت اغلب الشنط او كل الشنط خلاص ما عاد بقى شيء. خلونا نشوف ايش فتح لنا البوس ذا. دقيقه، هو المنت صح النكست ليفل او المكان اللي نروحه بعده المنت. طيب خلونا نشوف في الكبل ايش فتح لنا. اوه فتحوا لنا كل الكبل، عندنا الفروست كبل، الفاير كبل، والالكتريك كلها انفتحت لنا خلاص. ليتس جو، فتحت لنا كل الفئات يا جماعه. الحين حنا جاهزين اننا ننتقل لاي فئه نبغى. حلوين
طبعا زرعنا النبتة اللي اعطونا، اعطونا بذور الاليمنت وهذه زرعناها هنا، طبعا اختفت ما ادري وين راحت لان خلاص نبتت. هذه النبتة حقت البرايم قبل بتنشال مع الوقت، قلتوا لي اني اقدر استغني عن الماسورة هذه بخلية نحل، فما اتوقع انها هذه متى تختفي يا ولد، باقي لها 6 دقائق. اوكي اتوقع الحين نبغى نشوف وش نوع النحل اللي موجود عندنا. عندنا البرايم ما نبغاها، وعندنا 3 الكتريك، فبناخذ واحدة من الالكتريك هذولي نستدعيها. طبعا قبل ما نستدعيها اخذنا لنا رير فلاور، نجي هنا نجي في المذبحة حقتنا هذه، نقول للنحلة تعالي ايتها النحلة الجميلة تعالي تعالي، وين راح؟ اهلا 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 نحولتي تعالي. هذه الكتريك بي، هذه المفروض انها تعطينا عسل لفئة الالكتريك. هيا تعالي الباب بيقفل، ما خصكم يا ذا النحل الكريه. نسيت انهم يبون الكتريك رير فلاور مو برير فلاور العادي. نجي عند النحلة الجميلة نقول بالله اعطينا كم هذا شو اسمه، كم يبغى؟ يبغى 15، اعطينا 15 عسل فقط 15 لا تزيدين عليه. دامنا او دام عندنا نحلة الالكتريك فبنروض لنا كائن الكتريك. تمام، برضو خلونا نسوي لنا كبل الكتريك ومدري ايش والاشياء هذه. اولا نجي عند الكبل هنا نقول الكتريك كبل ايش تبغى؟ والله يا كثر الاشياء اللي تبغاها، يبغى اليمنت فروت واليمنت بون ميل. ايها الاخوه والاخوات، اخيرا حنا الان جاهزين اننا نروض كائن الكتريك بعد انتظار طويل. انتظرت السيد ينبتون، جمعت كل الادوات اللازمه، صنعت الكبل، صنعت الدارتس، وجاهزين نبحث عن ديناصورنا الالكتريك. اولا خلونا نقول الكتريك، تمام، ابغى اشوف وش ممكن يطلع لنا في الالكتريك. لا نحله، نحله ايش ابغى بالنحله؟ دراغون فلاي، وش الدراغون فلاي؟ اتوقع انه حشره ابو كلب صح؟ فخلونا نبحث اولا هنا ندور شيء الكتريك. تمام، تشوفون هذولي، هذولي كلهم الكتريك. تمام، شوف نبغى ناخذ لنا ديناصور الكتريك بيبي ريبر. كيف البيبي ريبر هذا؟ نشوف البيبي ريبر الكتريك بيبي. تمام، هذا الكتريك المفروض باذن الله قول له هلثة 1,800,000 اتوقع انه بيبي من اسمه، فالمفروض انه يكون سهل. ما ادري كم يحتاج كبل كم يحتاج دارتس، لكن ان شاء الله حنا لها باذن الله. خلونا نجرب الجريفن مشروب السرعه وننطلق. هذا وشو ديث وورم؟ انا لله هذا ليش طالع؟ ايش يبغى؟ عموما البيبي ريبر هذا هو صح؟ الكتريك بيبي ريبر، نعم 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 نعم. هل هو قوي؟ والله اني ما ادري، بس بنجربه، يعتبر اول ديناصور لنا في الالكتريك. المشكله المنطقه هذه خطيره جدا، ولا ودي يعني انزل مره عشان ما ننجلد من المخلوقات الاخرى، وما ادري هذا الشيء يطلق ولا يسمم ولا وش يسوي بالضبط. تعالينا بالله، واضح لكم قديش خايف انا والله مره خايف يا جماعه، لا المنطقه هذه كريهه مره. ايوه نايس، حلوين سكناه. اح هذه تعطي 800,000 توربر، نايس. هلا والله، شو ذا يطير؟ اوه لوك شكله والسرعه. اوه في واحد ثاني هنا بعد ليفل 80. تدرون ليتني ما اخذت مشروب السرعه هذا الكريه؟ ها ها من ذا اللي بقسنا؟ اقلع شكلها الدودة، والله لا انزل عليك الجيجا، ترى ذبحنا ابوك اللي اكبر، الدود الكبير ذيك صدق، انت ابو كلب. انا لا ولا طلقة جت ولا طلقة، وهذا مقلتش مرة. انا ما ادري دائما اتمشكل مع الديناصورات ذولي يقهرون. شوف شوف كيف يمشي ويختفي وتليبورت، يا اخي صكي فيها طلقة. اخيرا يطلع دخان اذا انصفق. جاء اخوه فزعه، توكل على الله بس، ترى انت بطلقه تنسدح، احسن لك وخر. رقد، اهلا وسهلا. طيب المنطقه جدا خطيره، فبحاول اسحب كل ما اقدر من ذولي. تعال انت يا مانتس، ايوه تعال تعال، تخابط مع الشباب ذولي بعد، ايوه خبطتهم، تعالوا تعالوا كلكم كلكم هنا، كلكم ابعدوا فكوني شركم. يبي كبل واحد بس. اوه وش ذا اللي عنده؟ عنده شيء غريب. اهلا يا مرحبا ومسهلا البيبي ريبر. تعال تعال تعال. في شيء غريب، الزبده طالع جنب في الانفنتوري حقه، خانه كذا فاضيه. عموما نرجع البيت نجيب له سدل اذا احتاج سدل ونشوف شو السالفه. بيبي ريبر، يو 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 يو. اوه بدون سدل، اقلع شكله والسرعه. كذا ضربته، كليك يمين ما يسوي شيء، سي سي ما يسوي شيء. ايش تبغى نعطيك يا خوي بالضبط؟ ايش تبغى بالضبط؟ ماني فاهم ايش ذا، وش نحط هنا؟ اوه فاين باير ريبر ايفولوشن، اوه في ايفولوشن تطوير له. اوف يبغى لنا نجيب شيء اسمه ريبر سول، اوه نقدر نطوره اقوى. بس عموما قبل ما نطوره
ودي اطلع اجرب، بطلع اجرب صراحه، مع اني متوتر والله، ما اتوقع انه بيكون مره قوي، لكن بنجرب نشوف كيف قوته ضد المخلوقات الاخرى. هلا بالنطه، ينط خطير. تعال انت بالله، احح سريع، اوه سريع ضرباته والله مره سريع. تعال تعال خلنا نجرب الابيكس ذا، ايش فيه؟ ما يقدر يمشي في المويه، نجرب على القرد. اقلع شكله والضربات، مره سريعه ضرباته. تعال انت، اوف شوف يقلع شكله يا جماعه، سبام والله كانه رشاش. شوف شوف شوف، ترى ما طورت فيه ولا شيء للحين. اح تلكمت واجد الصراحه، والله اسطوري، مره سريع. كليك يمين ما يسوي ولا شيء، كنترول مدري ايش سي اكس ما يسوي شيء، لكن ضرباته مره سريعه. وش ذا الدخان اللي طلع منه؟ والله ما ادري في دخان طلع منه قبل شوي. عموما قاعد اهيله، الحين رفعناه لليفل ماكس تمام. بنجرب وش يبغى القرد ذا، بنجرب الحين الدمج حقه على القرد الهطل ذا. 159، قاعد احاول اشوف هل هو اقعد ضاغط ولا ضغطه وافك ضغطه وافك. تعال انت يا صغير، والله مره سريع يا ولد، الصرصور ذا كريه والله صدق صرصور. 159 دمجه. هل هنا مخلوقات مخيفه؟ والله مخيف الترر دودو ذاك مخيف، والبرايم ميجا ثيريوم مخيف، بس هذا هطف ذا. تعال تعال شوف السرعه يا جماعه، والله سريع ضرباته مره سريعه. تدرون ودي اسوي له الريفولوشن حقه او التحول، بس خلونا نشوف ايش الموارد اللي يحتاجها. اولا يحتاج الفا بلود وابكس، الفا ودلتا وابكس والكتريك. الله الله، يبغى كل انواع الدم وكل نوع منه عدد كبير، اتوقع ان عندي. طيب يا ربع، حاولت اني اطور هذا الى الريبر الكبير، حطيت كل الموارد اللي احتاجها بكل الكميات، لكن للاسف يبغى لنا ايفولوشن اسنس، حاولت اصنع هذا ما اقدر، برضه يبغى لنا ريبر سول، روح ريبر من وين نجيبها؟ اتوقع اننا نذبح ريبر. لو تلاحظون عندنا السلطه هذه اللي تمسح الانجرامز، سويتها واخذت منها جرعه ونسيت ازود الوزن في الاعدادات حقتنا، فعشان كذا ما اقدر اخذ الدرع حقتي لانها بتثقل الوزن حقي، ما اقدر اشربها مره ثانيه لانها تحتاج يوم كامل يمر في اللعبه عشان اقدر اشربها، فلعلنا رحنا فيها. لكن عموما مهمتنا الحين بنسحب على الريبر هذا، بنخليه هنا، بناخذ منه كل الموارد عشان ما يموت نبتلش. اوكي نسيت اني ما عاد اقدر امشي. المهم لان مهمتنا التاليه تتطلب مشوار، المشوار هذا الى مكان جميل جدا. اول شيء بناخذ هذولي، شوف الوزن كيف صار، ما عاد اقدر امشي الحين، والله بيصير ثقيل اللاعب. مهمتنا التالية تتطلب قوة، لأننا راح نبحث عن إلكتريك سباينو. إذا ما خاب ظني إن سباينو فيه نوع إلكتريك صح؟ ولا يتهيأ لي؟ أنا قد شفت إلكتريك قبل. لما يم؟ وين سنايبو؟ شو اسمه ذا سباينو؟ عموما يا جماعة جهزنا كل الأدوات اللي نحتاجها للترويض، لأننا بنروض بعد شوي كائن اسمه إلكتريك باتل دويدويدو. ما أدري وش الكائن ذا صراحة. ما أدري كيف شكله، تشوفونه هناك. خلونا نشرب الجريفن حقنا الصوص عصير السرعة وننطلق. أما ذا طلع، إيش فيني قلت هداء؟ أما هذا هو، إنا لله وإنا إليه لراجعون. الحلو في الموضوع هيلثه مرة عالي، 7 مليون، أنتم متخيلين هيلثه 7 مليون يا جماعة. اللي مو حلو في الموضوع إن هذا كريه درع عالي مرة، فترويضه بيضطر ناخذ منه ياخذ، إيش فيني ما أعرف أسولف؟ ترى الفجر والله يا جماعة قاعد أصور وحلقي تعبان شوي، لكن بياخذ منه وقت مرة طويل. لكن خلونا نبعد هنا مثلا، ايوه نحاول نتفك كذا، ايوه اعطى. طبعا لازم نشرد لانه مره قوي، شوف السرعه يقول ابليس والله مره سريع. ايوه بنشرد بنشرد، بيلحقنا اتوقع، يب بيلحقنا، ما راح يطفش. انا لله جاء اخوه الابكس جاء يا رجل، انقلع بس. حلوين، اهم شيء ان نشب كذا امورنا طيبه. شو ذي بس عشان يبدينا نشوف، هذا المفروض ان يكون مره قوي. رقد، ليتس جو خيرا. بس تدري ايش المشكلة؟ المنطقة فيها تهديد. وين التهديد اللي كان هنا؟ اختفى. وهذا هو. اوكي عندنا دلتا كارنو، يا رجال ايزي ايزي. عموما خلونا نروح نعطيه الكبل اللي يحتاجه ونشرد من هنا. الله لا يسامحك يا كارنو. الله لا يسامحك. يا اللي ما تستحي. دقيقة، والله اللي ترقد. لا تنقص الافكتفنس حقتنا، ارقد رقد حسك. نقص الافكتفنس، صارت 98%. يا ليل. عموما رحت اسوي هذا عشان نشربه، ايوه وياكلين يشبع. وانت يا كارنو والله برقيت كذا اهانه، بس ما ابغى اروضك ولا شيء. اهلا وسهلا، يا مرحبا،
حياك الله تعال. ايوه هنا في كارنو وجبه جاهزه يا ديناصورات، اللي يبغى ينتفه اللي يبغى ياكل بالعافيه عليكم كلوه. اخر ذيلك ياكل على طول. يا مرحبا. هل عنده برضه شيء هنا؟ ما عنده. طيب ليفت كليك الضربه هذه اديله. رايت كليك اه نسينا انه يتمرجح كذا. ايوه بس 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 خلاص. طيب ايش بعد عندك ضربات اخرى؟ والله مره سريع. سي ما يسوي شيء، اكس ومدري ايش الاشياء ذي ما تسوي شيء. طيب بنجربه بالدمج كامل. افتح الباب. اللوحه ذي للحين ما شلناها، حقت محمد مدري حسان، ترى والله انها مسببت لي ازمه، ودي افجرها بسي 4 بس مشوار. هيا اللفه الكبيره تريل انت. بسم الله على بركه الله. اوهو في الكتريك ثاني هناك 380 بنسحب عليه. ما نبغى نواجه ناس في نفس قوتنا. عموما دمجنا كم بالمية؟ 883%. 145. لا لا اصبر اصبر، جاء النحل. النحل ملقوف، النحل ملاقيف. جو 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 النمل هذولي مو نحل. شوف اللفة يا شباب، تعال انت ويا. ايه كيف نضربهم ذول؟ ايه ايوه اديله. باقي ما مات هذي. خلاص يا ولد. لا لا ايش سويت انا؟ الزبده. خلنا نتمرجح نشوف وين نقدر نروح. حيل يا نحله. خلاص عموما دمجه 145,000 وحنا ما لفلناه ولا سوينا فيه ولا شيء. خلونا نزيد الليفلات الحين. يا ليل هذا ما يكسر حجاره. ليش نشبت عند الحجاره الحين؟ 252 ادمج. والله ما اشوفه دمج كويس، بس الحلو في الموضوع انه يمتص دمج عالي مره. شوف الدودو هذا يدمجني 41,000 فقط. انا المفروض اتدمج اكثر من الدودو الفروس دودو هذا. فاحس دمجي يعني دبابة اعتبر صراحة. دمجي قليل لكني ما استلم دمج اكثر. بس والله يا انه كريه، لفاته كريهة، بالغصب يمشي. اذا انحبست في مكان الله يعينك ما عاد تطلع ابدا. بنقدح على ذولي. تعال انت. 309 دمجة. يدمجني 42,000 بس. تبون تصدمون؟ هيلثي 17 مليون. والله دبابة صراحة. دبابة أسطورية. يعني ما تشيل هم منهم. يا أخي انقلع أنت. بيسرق السي 4 الحين. سرق منه. سرق شيء ما أدري وشو. هات أخذ الهيلينج. أخذناها صح؟ والله إنك كريه هذا الديناصور. طيب الحين إيش فائدة الكهرب هذه اللي عليه؟ هل في طريقة أسويها وأقدر أكهربهم ولا إيش؟ ماني فاهم. أوكي في فروست دب هنا. لا 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 لا. إنا لله. انزل. أوكي. الفروست هذا المفروض إنه قوي بس بنجرب. هنشوف كم يدمجنا. ندمجه 300,000. كم يدمجنا؟ يدمجنا 86,000 فقط. ما يدمجنا شيء يا جماعة. 86,000 بس. شباب وقسم بالله دبابة أسطورية ذا. هذه ما تدمج. كان ودي انها تدمج. دمج العناكب ذولي. ما اقدر ادمجهم. هنا ادمج ذا. اوكي شت. لعلي رحت فيه يا جماعة. يدمجني 8,000. ادمجه 300,000. والله رهيب. خلينا نشوف العقربة ذي. الكتريك حتى هي فالمفروض انها تدمجني عالي. ايتها العقربة تعالي. اوه هذه فاير شت. تعال تعال. جاء الطير هذا الكري. عقربة عقربة تعالي بالله. يا طير حل. العقربة قاعد تشرد مني ليش؟ انا لله. لا لا تعال 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 تعال. الله ياخذك. شوف الكلب. وينك انت؟ شوف وين راح. اهجم اهجم على ذا. ايوه يا اخي فكنا منه البزر ذا. اعوذ بالله منك. بس انا مستغرب من شيء. هذا مو المفروض انه يكسر حجاره؟ ليش ما يكسر حجاره؟ عقربه تالي. تعال تعال تعال. ايش فيها تشرد ذي؟ هيا ليش ما تضاربين؟ شوف ما خصك تعاني. ايوه دمجني 176,000 وحرقتني. بس والله يا اني جلدتها. والله يا اني جلدتها يا جماعة. تدرون ودي جيجا يجي يعضني اشوف. شوف 300,000. اعطيته الكتريك بعد تصدقون؟ اعطيته كهرباء الضربة حقت. ايش فيني؟ كنت اقضي حاجتي يعني مو وقت هذا يا خوي انت. اجلد بس. يدمج عالي. ما يجيه دمج عالي. والله احس كمبو اسطوري. والله العظيم انه فنان. ايش رايكم فيه يا جماعة؟ هنا عندنا الكتريك شت. اوكي كهربني حتى هو. يدمجني 35,000 يا حليلك. والله حتى انا ما ادمج عالي صراحه لاني كهربت حتى انا. اوه ما يدمجوني لاني اكهربهم مو لاني انا امتص دمج.
اذا تكهربوا يقل الدمج حقهم. ليه توني استوعب انا. اي والله صح، تعال تعال انت الطير. طير وتاكي في الارض ليش؟ المفروض تطير يا غبي، تستاهل عشان كذا. طيب هذول الكتريك فبنسحب عليهم، تدرون ودي اروضهم. اوه قاعد يلحقوني، نشوفكم على خير ان شاء الله. سيغلير هوميز، والله رهيبه ذي. وقت النحشات والحالات الطارئه عليك بلفت كليك مدري رايت كليك، امورك طيب ان شاء الله. بس كيف نوقف؟ الله اعلم. والله ما يحتاج توقف، بولينج يا ولد. خلاص 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 وقف، صدق نفسه ما عاد بيوقف. يلا الحين تخسي الديور، شوف هو يقضي حاجته خلاص. اذا قاعد يسوي كذا يزيد يزيد الستامينا. صدقون والله ما اكتفيت، والله ما اكتفيت، ودي اروض هذا بس ان هذا فاير. خلونا نروح عند الالكتريك الذيابه ذولي، 360 540 الكتريك سايبر توث. تدرون خلونا نبحث عنه اولا، ما طلع لي شيء صراحه، فشكل ما عندنا الا ذا. لا 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 يا خوي، والله 8 مليون والله اننا مطولين الصراحه. يعني هل يحتاج لسادل السايبر توث ولا ما اتوقع؟ صح اتمنى انه ما يحتاج. لا والله يحتاج له. طيب هل 8.5 مليون دمج 490%، مو بذاك الزود بس بنحط له سدل ونجرب ان شاء الله. طيب كليك يمين ما يسوي شيء، يسار يعض، سي ما يسوي شيء، اوكي ينط. والله مهاراته ما هي بذاك الزود، بس قفل خلاص. النطه اسطوريه وبنوخر عن ذا. نجي عند الداير وولف هذا، تعال 117. اوكي اوكي نتحمل دمج، نتحمل نتحمل 117000. هو المفروض نفس اللي قبل شويه الدوي ذا مدري ايش اسمه، يمتص دمج بالالكتريك طبعا، نسيت انه يقدر يمشي زي كذا. عموما وصلنا الدمج حقه الى تقريبا 2000%. والله مو بذاك الزود الصراحة، مو بذاك الزود، ممكن بعدين مع الطفرات وكذا، بس برضو يبقى يعني يبقى ابو كلب. والله الى الحين ما لقينا شيء في الالكتريك كويس يا جماعة، بالله اقترحوا لي وش افضل شيء في الالكتريك او في الفئات هذه، فاير والكتريك وفروست، وش الافضل؟ تعالي يا النملة تعالي، والله خفت جلدنا بس تعالي تعالي كهربهم. اوف مسحناها، اخر يا الذبان انقلع. جت جو النمل كلهم يا عمي انقلعوا. تعال تعال نسم ذا، تعال انت يا دب القم بس. والله شوفوا ماني مقتنع فيه ولا شيء في الالكتريك. وش سرقت انت؟ سرقت سرق مدري ايش. لا لا ما سرق شيء، ما في شيء للحين عجبني في الالكتريك صراحه. لكن قولوا لي وش افضل مخلوق نقدر نروضه في الالكتريك. بننهي حلقة اليوم هنا، اتمنى ان الفيديو عجبكم، لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم.